صفارات الإنذار ترتفع في أغلب المدن الأوكرانية، والقصف يعم مدناً كثيرة في الشمال الشرقي الأوكراني. أضيفت له مؤخراً مناطق تقع شمال غرب العاصمة كييف، وكما هي العادة غالباً تحضر معادلة فرار المدنيين عندما تشتد قسوة المعارك. دول الجوار غالباً تكون المضيفة للفارين من جحيم الحروب، لكن المجر بدت استثناءً، فأجبرتها قوانين الحرب على تغيير قوانين الهجرة لديها. محطة زوهان الهنغارية للقطارات على الحدود بين المجر وأوكرانيا تعج بالمهاجرين، نحو 200,000 لاجئ وصلوا إليها إثر رضوخ السلطات المجرية وقبولها جوازات سفر عادية غير إلكترونية. اللاجئون من أصحاب جوازات السفر الإلكترونية يتلقون معاملة مختلفة، ولا يتم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة، حيث تؤخذ بصماتهم قبل أن يتجهوا إلى مراكز الإيواء كأصحاب جوازات السفر العادية. وكشفت التقارير أن سلطات بودابست لم تبذل جهداً في فتح مراكز لاستقبال اللاجئين، بل قام المجتمع المدني بذلك الدور إنقاذاً للاجئين من البقاء في الشوارع في ظل طقس شديد البرودة، فيما لا تزال الحكومة في طور إعداد المقترحات. الحكومة ستعد خلال الأيام القادمة مقترحاً حول السبل التي يمكن أن تساعد بها منظمات الإغاثة والسلطات المحلية في المناطق الحدودية، كما أن الحكومة خصصت 8 ملايين يورو لست جمعيات خيرية معنية برعاية اللاجئين. كما تتعامل السلطات المجرية مع الإجراء الاستثنائي الأوروبي بمنح اللاجئين حماية مؤقتة وحصولهم على إقامات لمدة عام قابلة للتجديد لأعوام 3 مقبلة بشكل مزدوج، حيث طبقت بودابست الإجراء على حاملي الجنسية الأوكرانية، بينما رفضت تطبيقه على اللاجئين المقيمين في أوكرانيا رغم أن إقاماتهم سارية المفعول. حتى هؤلاء الذين لديهم مشاكل في بلدهم الأم وخائفون من العودة إليها لا يتمكنون حقاً من طلب اللجوء نظراً لأن القوانين لا تسمح بطلب اللجوء في المجر. هذه مشكلة حقيقية. مئات آلاف المدنيين عالقون في مدن أوكرانية، وتقارير تتحدث عن موجة لجوء مقبلة. ورغم المخاوف من القيود المجرية التي يصطدم بها اللاجئون، إلا أن ظروف القتال قد تجبر الآلاف على اللجوء إليها حتى لو لم تكن وجهة مفضلة لديهم. حنان المصري، العربية،